ليالي رمضان عنق النجم هلالا بالسماء بسما يا مرحبا يا رمضان في ليالي رمضان العطر جاء بالشدى حتى انتشى فيه الزمان كل أخبار الليالي عندنا ثقافة فن ليالي رمضان سهرة بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم جميعا بكل خير وبكل سعادة. كل عام وأنتم بخير. أول أمسية، أول يوم من هذا الشهر المبارك الفضيل، سهرتنا ليالي رمضان. إن شاء الله ليالينا ليالي جميلة رائعة باستماعكم ومشاركتكم، وأيضا ضيوفنا في داخل الاستوديو. من المفترض أن نكون مباشرة من مسقط سيتي سنتر في الموالح، الاستوديو المعد خصيصا لبرنامج ليالي رمضان، لكن إن شاء الله من بكرة أول حلقة بتكون من هناك. بدينا الافتتاحية من هنا من داخل الإذاعة من الاستوديو، لكن زملائي بيكونوا موجودين في مسقط سيتي سنتر في الموالح، وأيضا بيكون ما أعرف عاد عدنان ولا سارة اللي في الموقع الآخر في القرم بيكونوا معي، بينقلوا الصورة الواضحة لهذه المراكز ووجود الأسر والعوائل والشباب والمواطن والمقيم وكل من يكون متواجد في الموقعين، مسقط سيتي سنتر الموالح ومسقط سيتي سنتر في القرم. سهرتنا بشكل يومي إن شاء الله من 9:30 إلى الساعة 11 مثل ما ذكرت. ضيوف ليالي رمضان متنوعين في مختلف المجالات، ربما نجوم رمضان بيكون لهم نصيب الأسد إن شاء الله في برنامجنا، أيضا مجموعة من الفرق التطوعية اللي تؤدي أدوار إيجابية رائعة إن كان خلال شهر رمضان المبارك أو في بقية الشهور. في مجموعة أيضا من شبابنا المميز في مختلف المجالات سنحاول بقدر المستطاع أن نسلط عليه الضوء إن شاء الله من خلال برنامجنا. متابعة إن شاء الله لرمضان خارج السلطنة، سيكون معنا أكثر من مراسل في أكثر من عاصمة عربية وإسلامية للتعرف على طقوس رمضان في تلك الدول، وأيضا داخل السلطنة أكثر من مراسل إن شاء الله بيكون متواجد في الولايات، نلقل أيضا صورة ويقترب أكثر المراسل من خصوصية بعض الولايات خلال شهر رمضان المبارك. هذه هي سهرتنا باختصار، بتتضح بشكل أكبر إن شاء الله أثناء سير الحلقة. هذا فريق البرنامج يحييكم، فريق إن شاء الله كذا يعني سيسعد بتواجده معاكم ليقدم إن شاء الله مادة إذاعية تليق بذائقة هذا المستمع العزيز والمقدر لدى الإذاعة. في الإشراف العام هلال المشيفري، وفي الإعلانات والتسويق فيصل بن إبراهيم البلوشي، التغطيات الخارجية عدنان الميمني، تحية لعدنان. عدنان بيكون موجود في الموالح، عدنان بيكون في الموالح، وسارة الخضورية بتكون موجودة في مسقط سيتي سنتر في القرم، وبعدين بيصير التناوب. أنا أتوقع الاثنين ساكنين الموالح أو الخوض أو أي، فبيصير التبادل بينهم إن شاء الله. في المتابعة والتنسيق الجميل دائما
عبد الله بن مختار البلوشي. هذه تحياتي أنا خالد الزجالي، وفي الإخراج معنا اثنين عمالقة وكبار، خالد أولاد ثاني وسيف الجرداني. علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، وفي السماء مرات دولنا وبنستنى ليالي رمضان. عنق النجم هلالا بالسماء بسما يا مرحبا يا رمضان، في ليالي رمضان العطر جاب بالشذا حتى انت شافيه الزمان. أهلا بكم في السهرة الأولى من برنامجنا ليالي رمضان عبر إذاعة سلطنة عمان الإذاعة العامة، أول حلقة من هنا من داخل الإذاعة في الاستوديو، لكن من بكرة إن شاء الله منكون مباشرة من سيتي سنتر مسقط، مسقط سيتي سنتر في الموالع. عدنان بيكون في الموالع على أقل تقدير الأسبوع الأول، وبعدين سارة بتبادل مع سارة الآن موجودة في القرم. الأغنية اللي سمعناها أغنية ارتبطت برمضان وخصوصية رمضان، ومن الأغاني القديمة، وربما يعني لها ذكريات مع كثير من المستمعين في الوطن العربي إجمالا. محمد عبد المطلب، جانا رمضان، من فعلا من أجمل ما غني لشهر رمضان المبارك. في أغاني أخرى، نعم في أغاني، مجموعة من الأغاني، المطرب الحالي الفنان الحالي غنى فكر في الأغاني الرمضانية أو المناسبات، خليل منهم بكل تأكيد. مقدمتنا، عشان كذا أنا أجلت حتى ذكر أسماءهم، المقدمة حقيقة يعني إبداع وروعة من أسعد الرئيسي، أسعد بين قوسين مخرج لكنه فنان بمعنى كلمة فنان. هذا الرجل رغم أنه مزدحم بكثير من الأعمال، ومزدحم هو حاليا ما يسمعنا، حتى هو خارج السلطنة راح في معسكر، ورجل بطل الحقيقة ومشرفنا و رفع علم السلطنة في المحافل الدولية، بس طلبنا منه قلنا له يا أسعد عندنا ليالي رمضان، محتاجين فاصل للمقدمة وفاصل أيضا وبعض الفواصل الأخرى للإعلان الترويجي. في يومين سمعني أول لحن، قال لي هذا هو اللحن المناسب. جلسنا مع بعض، استمعنا مع إدارة الإذاعة مباشرة، رجل باشر في الاشتغال بهذا العمل. الصوت اللي سمعناه هذه عمانية، فنانة رائعة بمعنى الكلمة، خولة السيابية، من الأصوات فعلا الرائعة والمحترفة. يعني تابعناها في هذا اللحن، هذا لحن الموشحات الأندلسية، اللحن طبعا المشهور والمعروف، وتركبت عليه كثير من الـ من الـ من الكلمات، وغني في مناسبات مختلفة، يتناسب مع خصوصية طبعا برنامجنا وخصوصية رمضان. الكلمات لمحفوظ اليحيائي، تحية لك استاذ محفوظ، وتحية لأسعد، وتحية ايضا لخولة السيابية.
عنق النجم هلال بالسماء بسما يا مرحبا يا رمضان. في ليالي رمضان العطر جاء بالشدى حتى انتشى فيه الزمان. كل أخبار الليالي عندنا ثقافة فن ليالي رمضان سهرة مباشرة اليوم منطير شكلنا ومنجنح في أكثر من مكان، لكن بنكون مركزين على موقعين، مسقط سيت سنتر الموالح وأيضا في القرم. عدنان الميمني، عدنان مساء الخير. مساء الخير أستاذ خالد، مساء السعادة، مساء الرضا، مساء الرحمات والنفحات الروحانية. هو شاعر صاير عدنان. أنا بحاول أصير شاعر الحين مع الجو لأن هنا الجو مختلف، ما تفاجأت يعني بهذا الحضور الجميل بالفعل طبعا. في مسقط سيت سنتر الموالح. كل عام وانتم بخير، يمكن ما التقينا أول يوم رمضان عدنان رغم اتصالنا المستمر طوال الأسبوع الماضي على أقل تقدير. كل عام وانتم بخير وأسرتك الكريمة إن شاء الله في صحة وفي سعادة. كل عام وانت بخير أستاذ خالد، كل عام ومستمعين إذاعة سلطنة عمان بألف خير. نحن إن شاء الله يعني نرجع بهذه الطاقة وبهذا التواصل مع كل جمهور اللي يعيش معانا من خلال الأجواء، من خلال التسوق، من خلال الموضوعات اللي تطرحها أستاذ خالد، وهذه فرصة أن بالفعل كل مستمع قريب جدا من إذاعة سلطنة عمان من خلال السهرات الخاصة بليالي رمضان. شكرا جزيلا لك عدنان، أول شيء للاستجابة السريعة بأن تكون من ضمن أعضاء ليالي رمضان رغم أن عدنان كان مقدم لإجازة خلال شهر رمضان المبارك كذا للراحة والاستجمام. انت تامر استاذ خالد، لا بالعكس، اصلا الشغل معك يعني بحد ذاته اعتقد نجاح للجميع. الموضوعات المطروحه منك جميله جدا، والمستمع اصلا يستمتع لما يسمع استاذ خالد ابو محمد وهو متواجد وسطه ومع الجماهير. وانت نجم من النجوم دائما، وجودكم سبب النجاح. رمضان سبب النجاح عدنان وجودكم. اوصف لي المكان، انت موجود الان في الموالح؟ أنا الآن موجود في الموالح عند المدخل الرئيسي قريب من الاستوديو طبعا. شفت الاستوديو، ايش رايك في الاستوديو؟ الاستوديو جميل جدا طبعا، توني داخل، العوائل توها بادية تدخل بعد صلاة التراويح. صحيح. نعم مباشرة. في عوائل ولكن في ما شاء الله عدد من المقيمين مع عوائلهم متواجدين. جميل. في المطاعم وقاعد اخذ لي لفة. حلو. بعد شوي بتسوق. جميل. ما يمنع ان شاء الله. وفي البعض قاعد يخلص مستلزمات رمضان يعني من الأغذية والمواد الغذائية. تمام. جولات إن شاء الله بتكون أكثر من وقفة مع العوائل، مع الشباب العمانيين، مع من هم زوار مسقط سيت سنتر الموالح، واللي ممتاز تابع الإعلان بالأمس وكان في ضجة كبير جدا عن ليالي رمضان، وإن شاء الله بإذن الله بنكون معاهم. وفي الحلقات القادمة المفاجآت رايحة تكون قريبة من بتتوالى المفاجآت على قولتهم، حتى توالى إن شاء الله إلى آخر يوم من أيام هذا الشهر المبارك الفضيل إن شاء الله بإذن الله. يعطيك العافية أستاذ خالد، وشكرا طبعا لكل فريق العمل في ليالي رمضان، وبإذن الله بنقدم شيء مميز هذا العام مع الجوائز ومع الهدايا والقسائم بعيد عن الأسئلة. بالضبط، ما عندنا أسئلة، عندنا جوائز فقط. شكرا لفيصل البلوشي وإدارة طبعا مسقط سيت سنتر. طبعا نعم، على طول بنوزع القسائم سواء قسائم مشتريات، قسائم نقدية وغيرها، بنتعرف على تفاصيلها من خلال الحلقات إن شاء الله. وبدون الجوائز الخاصة بإذاعة سلطنة عمان طبعا اللي بتفاجئ الجمهور خلال أيام إن شاء الله. جهز وقفتك القادمة، هذه وقفة تعريفية فقط عدنان، إن شاء الله بنرجع لك فيما بعد إن شاء الله. شكرا جزيلا لك عدنان. شكرا جزيلا. من مسقط سيت سنتر من الموالح نروح مباشرة إلى القرم. سارة الخضورية، سارة مساء الخير.
مساء الأنوار أستاذ خالد، ويسعد مساء طبعا جميع مستمعينا، مساء هذه الأجواء الرمضانية، مساء رمضان الخير. ما شاء الله الأيام مرت وها نحن الحين قاعدين نلاقي إن شاء الله كل حي طبعا إن شاء الله. إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم أستاذ خالد بإذن الله تعالى. فقدناك طبعا، تعودنا عليك في مهرجان مسقط، لكن جميل أن تجمعنا ليالي رمضان من جديد سارة، مع كل أمنيات لك إن شاء الله بالتوفيق في برنامجنا. أشكرك أستاذ خالد، وأنا بالفعل افتقدتكم هذه السنة. بس طبعا يسعدني أني أنا ويشرفني أني أنا أكون معاكم إن شاء الله في برنامج ليالي رمضان. راح تكون في مقابلات، أنا اللي متحمسة لها الأجواء هذه الرمضان، أجواء جميلة، مقابلات مع الجوائز اللي إن شاء الله راح نقدمها لجمهورنا العزيز إن شاء الله. أوصفي لي المكان، كيف مسقط سيتي سنتر القرم؟ أول ما وصلت كانت الأجواء هادية أثبت الصلاة، لكن الحين ما شاء الله بدوا الناس يقبلون على المكان، الناس بدوا يجوا، في زحمة حلوة بدأت تظهر. اللي حلو في رمضان إن الناس تبتدي تعيشه من اللحظة اللي يتم الإعلان عن رمضان، يعني تشوف الناس خلاص تبتدي تعيش الأجواء، إن طلعتهم تكون دائما من بعد الساعة 9:30 خلاص الكل يطلع يتمشى مع أسرته مع عوائله مع الأطفال. اللي يحزنني يعني ان اليوم انه ما في كثير من الاسر بسبب يمكن الامتحانات، ربما خلال هذا الاسبوع. صحيح ان شاء الله بكره ابتداء من غدا او بعد غدا ان شاء الله راح تبتدي الاسر تنهل على هذه المراكز التجاريه ان شاء الله. تحيه لك، جهزي نفسك للوقفه القادمه ان شاء الله. ساره، تحيه لزميلتنا ساره الخضوريه من مسقط سيتي سنتر في القرم، تحيه لك. تحية لكم، بتواصل معكم في ليالي رمضان من هنا من داخل الاستوديو، لكن من بكرة إن شاء الله بنكون معاكم من سيتي سنتر الموالح من القرم. القرم يكون معنا مراسل، نعم خليكم معنا. يمسح حراتي دقينا تحت الشباك، يا مسحراتي دقينا تحت الشباك، سمعنا وصلنا خلينا للفجر معاك، سمعنا وصلنا خلينا للفجر معاك، واعمل نادي والليلة 30 ليلة حلوة جميلة، واعمل نادي والليلة 30 ليلة حلوة جميلة. أهلا رمضان جانا قولوا معانا، أهلا رمضان جانا قولوا معانا، أهلا رمضان جانا قولوا معانا، مجددا في ليالي رمضان عبر إذاعة سلطة عبان، الإذاعة العامة، للتواصل مع برنامجنا 24691448 24691448 والرقم الآخر 24692366 24692666. رمضان
ما أعتقد أن شهر عادي نهائيا، يعني نصوم 29 يوم أو 30 يوم وننتهي ونرجع كما كنا. نتوقع 11 شهر، في شهر يعمل لنا كذا نوع من المراجعة، نتعلم فيه أشياء كثيرة أو نمشي على نهج معين خلال السنة. نجي خلال شهر رمضان المبارك ندوس فرامل، نتوقف، نراجع أنفسنا. ويقول لك الإنسان خلال 14 يوم إذا تعود على شيء معين يدمنه، 14 يوم فقط، ما بالك في 30 يوم أو 29 يوم. يعني لو أقلعت عن شيء معين أو أدمنت على سلوك إيجابي معين أو واظبت على شيء معين، إيش اللي يخليني أرجع فيما بعد وكأني ما سويت شيء نهائيا؟ احنا متمنين، وهذا أول شيء احنا نتمناه أنفسنا، وياريت أن احنا أيضا نبرمج أنفسنا على هذا الأمر. إذا اعتدنا على أمر ما خلال شهر رمضان المبارك إن شاء الله يستمر. هل الأمر صعب ولا سهل ولا محتاج إلى تدريب معين؟ المدربة الأستاذة أسماء سويد بتحدثنا بكل تفصيل عن هذا الموضوع، وهل الأمر يحتاج إلى أمور كثيرة حتى نستمر على ما تعودنا عليه خلال شهر رمضان المبارك. أستاذة أسماء مساء الخير. مساء النور أستاذ خالد، أنتوا الخير، لكل عام ورمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. علينا وعليكم إن شاء الله، وإن شاء الله كذا نقضي مع بعض أوقات سعيدة خلال الفترة المقررة لنا في برنامجنا، وإن شاء الله نقضي أوقات جميلة في رمضان أساسا. بإذن الله، أكيد بإذن الله. محتاجين إلى تحفيز أو محتاجين إلى عامل مساعدة أو محتاجين إلى استعانة بصديق ولا بس إيش محتاجين أستاذة حتى نستمر على نهج معين بتغيير سلوكيات معينة تعودنا عليها في الأشهر ما قبل رمضان؟ بداية محتاجين فقط إلى الوعي، بعد الوعي إلى إرادة التغيير. صراحة كلياتنا عايشين بما يسمى دائرة الراحة. نحن تعودنا على مجموعة من السلوكيات اللي تحولت إلى روتين بعد ما أخذت حدة مثل ما قلت حضرتك من 14 ل 21 يوم لبناء أي عادة أو هدمها. فبعد فترة معينة بيصير في عندي روتين للحياة. لما بيجي بدي أقدم على التغيير بلاقي في عندي صعوبة بالغة، مثل اللي جاي بده يعمل ريجيم بيكون متحمس بالبداية، أول أسبوع أيوة أول أسبوع متحمس، شال كل الأكل اللي غلط، بلش يحضر اللبس اللي بده يساعده على الرياضة، جهز الميزان، هالأمور كلها ياتا. بعد أول أسبوع بتلاقي الأسهل له أنه يرجع للعادات الخاطئة اللي كان عليها لأنه تعود. فنحن بدنا نطلع من دائرة الراحة تبع العادات اللي تعودنا عليها وروتين الحياة الممل والقاتل إلى دائرة الإنجاز أو التغيير. إيش اللي وصلنا إلى دائرة الراحة أستاذة أسماء؟ السهولة. سهولة. عدم بذل الجهد. مرتاحين، ما في داعي. كل شيء يحتاج مني إلى تغيير وبذل جهد يحتاج مني إلى جهد مضاعف، إلى تركيز ووعي وإلى تغيير، إلى تغيير في سلوك معين. بالضبط. فأنا الأريح لي والأسهل لي إني أبقى كما أنا، وإن شاء الله فالك طيب منتغير. هذا الكلام وتمر السنوات. أيوة. وأنا مثل ما أنا. تمام. فكل واحد حسب أعمارنا مر عليه رمضانات كتير ونوى ببداية رمضان أنا بدي أقلع عن التدخين، أنا بدي خفف عصبية، أنا بدي بطل سهر، أنا بدي أضبط طعامي، أنا بدي تكون علاقتي جيدة مع الأهل، أنا بدي أعمل صلة رحم. عنا أبعاد سبعة بحياتنا، كل واحد حسب بيئة تركيزه فيها يبذل جهده ويعني يقرر أنه أنا بدي أتغير. لكن بمر رمضان من هون ومثل ما بيقول المثل ترجع حليمة إلى عادتها القديمة. طيب إذا الإرادة موجودة أستاذة أسماء، ونتوقع كل واحد مننا الآن ومن يتابعنا عنده كل هذه الرغبة ويجهز يعني برنامج معين، إن كان رياضي أو صلة رحم أو تعلق بالمساجد أو قرآن كريم أو غيرها من هذه الأمور. تمام. أبدأ فيها نعم. تمام. لكن قضية أننا أرتفع فيها، ربما كثيرين استمروا نعم
ونشطوا في هذا الموضوع، لكن الآخر مع الأسف تراجع. هل هي الصحبة؟ هل هي الإرادة؟ هل هي منطقة الراحة؟ هل هي عوامل أخرى أدت إلى من يرتفع ومن يحافظ على مستوى كيفما كان؟ مثل ما قلنا أستاذ خالد، الوعي هو نقطة الانطلاق. مطلوب مني أني أنا أجيب ورقة وقلم بالبداية وأعمل وقفة مع الذات. حلو. وقفة مع الذات ماذا تعني؟ أصلاً رمضان شو هو؟ هو شهر لترويض النفس، لحتى الإنسان يراجع نفسه. شهر بينك وبين حالك، بينك وبين ربك. مو مطلوب منك أكثر من أنك تقعد مع هالورقة والقلم وتحصي ما هي الأشياء التي أريد اكتسابها كعادات إيجابية، وما هي الأشياء السلبية اللي أريد التخلص منها. إذا ما كان عندي وعي بالبداية، فأنا مو عارف أنا من شو بدي أتخلص ولا شو بدي أكسب. من وين أكسب هذا الوعي طيب أستاذة أسماء؟ استعين بالخبراء، شوف النت، يعني مواقع التواصل بسم الله ما شاء الله صار عليها المئات والألوف من الخبراء بهذا العالم. تطوير الذات والتحفيز والتنمية البشرية، عنا خبراء كثيرين. وبنفس الوقت عنا اليوتيوب، مقاطع رائعة جدا للتحفيز للتطوير وما إلى ذلك. وبعدين حفز نفسك بنفسك. بالضبط. يعني أنا محتاج أني أعمل رياضة، ما أعتقد أني محتاج إلى من يحفزني وإلى من يدربني وغيره. أنا شايف أن الإنسان يحتاج إلى رياضة، يحتاج إلى بين ساعة إلى نص ساعة يدرب نفسه على هذه المسألة، ولا لا؟ تمام أستاذ خالد. التفكير السليم للإنسان الواعي يعي ما هي احتياجات جسمه، ما هي احتياجات عقله، نفسه، روحه، ويبدأ بالتتابع بتنظيم برنامج ما وتعديل نظام حياته. لكن الإنسان المنغمس بظروفه، بحياته، بضغوطه، بمشاكله، بأعبائه، غايب عن وعيه تماما ما هي احتياجاته، وبعيد كل البعد عن موضوع أعطي كل ذي حق حقه. نعم. يعني هذا الأساس بموضوع رمضان. إن لجسدك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، إن لروحك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. هذا الهدف من رمضان. للأسف أيمتى نحن بيصير عنا وعي؟ لا سمح الله، لا قدر الله، بعد صدمات معينة، بعد ما أوصل إلى منطقة معينة. بالضبط. يعني منوصل لا سمح الله لموضوع مثلا مرض يحتاج بعده إلى ريجيم قطعي، أو رياضة معينة. بالضبط. أو نصيحة مباشرة من دكتور. بالضبط. هون بوعة بشكل غصب عني بيصير بدي التزم، شك يصير عند الواحد. بالضبط. صدمة، في عندي صدمة. قد يكون سبب الوعي أحيانا وفاة عزيز. قد يكون سبب الوعي خسارة مالية كبيرة. قد يكون سبب الوعي فقدان شيء عزيز علي أيضا. هالأمور كلياتها ما في داعي أنا أنتظر لمر بهالمواقف أو الخسارات أو المواقف هي كلها، وإنما أعي من الآن رمضان روّد نفسك. رمضان وقفة مع الذات. ما هي الأشياء اللي أريد أن أكتسبها؟ ما هي الأشياء اللي أريد أن أتخلص منها؟ وين أقلع؟ حفز نفسك، خذ قرارك، كرر العادة الإيجابية اللي أنت حابب أنك تستمر عليها، شجع نفسك بعد ما تستمر على هي العادة، وقيم ذاتك. هل أنت ماشي؟ ما هي أداة القياس اللي أنت عم تشتغل عليها أصلاً؟ يعني اللي عم يعمل ريجيم عنده أداة قياسه الميزان. طبعاً. هل أنا عم بنزل؟ هل أنا ماشي على البرنامج اللي أنا حاطه؟ إذن يجب أن يكون عندي أداة قياس، يجب أن أحدد تاريخ البداية، تاريخ الانتهاء، أعمل خطة صغيرة للأشياء اللي أنا بدي أشتغل عليها، أكسبها أو أتخلص منها. إذا كنت بحاجة إلى أحد أنه يشجعني، يحمسني، صديق، أخت، زوج، أي أحد، يجب أن يتواجد معي هذا الشخص ليكون معي عم نحقق الإنجاز مع بعضنا. وهذا أفضل تتوقعين لو كان معك رفيق، صديق؟ هلأ بتحقيق أي هدف نحن بحاجة دائما لشخصيتين، شخصية تحفيزية وشخصية تقييمية. شخصية تحفيزية اللي أنا وياها عنا نفس الهدف،
اللي بدنا نوصل لتخفيف الوزن مع بعض، اللي بدنا نحقق مثلا حفظ القرآن مع بعض. صحيح. فبحفزها بتحفزني لأنه أنا مو دائما محفزة. حيكون في عندي أيام فيها يأس، فيها إحباط، فيها تعب، مرة فيها ملل، بموقف معين، أي شيء مزاجي لا يسمح لي. فهي الشخصية بدها تدعمني وإدعمها، تسندني وأسندها. حلو. هي كشخصية تحفيزية. أما الشخصية التقييمية فهي اللي دائما بتقيمني عن بعد، هل أنا ماشية صح؟ هل أنا بحاجة لتركيز مؤشر الأداء تبعي؟ هل إنجازي كما يجب أم بحاجة لتعديل؟ ما تخافين أستاذة من التقييمية أن أحيانا تقيمك تقييم قاسي، وممكن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتمرر كلمة أو غيرها، هذه الكلمة بتحبطك وترجعك إلى المربع الأول مع الأسف؟ مهما كانت قاسية، القسوة لمصلحتي لسبب واحد، لأنه دائما لما بدي أخذ الدواء حيكون مر، صح، لكن النتيجة بعده الصحة. فمهما كانت في مرارة بالبداية، لازم يكون دائما نصب عيني الهدف الرئيسي اللي بدي أوصل له. بس زملاء لك أيضا يعني في نفس هذا الموضوع لهم وجهة نظر أخرى، يعني يقول لك الطالب مثلا ابنك أنت تحبه بكل تأكيد، أكيد، ونصيحتك له نتيجة حب، لكن إذا كررت ذاكر وانتبه وخلي بالك في الامتحان وغيره، ربما تكون النتيجة سلبية، سلبية وعكسية. تمام. بس أستاذ خالد، لما أنا بدي أتعامل مع ابني فقط يوم الامتحان بهي التوجيهات، أكيد حتكون الطريقة سلبية. أحسنتي. أنا أحتاج إلى فترة طويلة قبل الامتحان لرعايته، لدعمه، لسنده، للدراسة معه، للعب معه، لتقبله، لمنحه العاطفة اللي هو بده إياها. بعدين بصير أسلوبي معه يتناسب مع نمط شخصيته وطريقة تفكيره. أما أنا أجي ليلة الامتحان فقط أعطيه توجيهات، أكيد حتكون النتيجة كارثية وهاملنا طول الفترة بالضبط. الماضية بالضبط. النتيجة بكل تأكيد بتكون أكيد نتيجة لا لا عكسية. لا نستطيع أنه نختصر أخطاء كبيرة ونصححها بساعة واحدة. صحيح. نحن مثل ما استهلكنا وقت طويل بالخطأ، أكيد بدنا نستهلك وقت أطول بالإصلاح حتى نوصل إلى النتيجة اللي ربما ترضينا في ما بعد. تمام. نعم في تحديات أستاذة، التحديات، نعم في أحيانا إحباطات من اللي حواليك وغيرها، لكن أكيد أفضل إيش؟ صامد. محفزات للوصول، لأنه اللي بده يوصل حيكون دائما بين عيونه هدفي. مهما كان في عندي عوائق وتحديات وصعوبات وعقبات، هي كلياتها اختبارات. ولما بقعد أنا بشوف أول عقبة، أكيد ما هي أول عقبة طلعت بحياتي، أنا أكمر بحياتي وقعت أكتر، وصلت لمرحلة من الأحباط أكتر، وصلت لجدار مسدود بوشي وجتزته واخترقته. ولما بتذكر الأحباطات الماضية وكيف أنه ذللتها وتجاوزتها وقفزت فوقها، حتكون هاي العقبة مثلها مثل غيرها. أنا قادرة بإذن الله على تحقيق ما أريد، أنا قادرة على تجاوزها، وهدفي فقط اللي هو نصب عيني، أي شيء تاني أنا ما عم شوفه. أستاذ أسماء، إيش اللي يخليني أوصل إلى كل هذه التحديات وأعدي جدار وربما أشيل أشواك وربما أسقط على وجهي ولا غيره، وفي منطقة راحة هناك؟ الإيمان. إيمان. جميل. الإيمان. متى ما نوجد الإيمان بالتغيير، الإيمان بتحقيق الهدف، قناعتي التامة مو 100%، قناعتي 1,000,000% بما أريد تحقيقه، هذا اللي بيوصلني لتحقيق هدفي. لأنه لما بيكون القناعة فقط 100%، أكيد حيكون ضمن العقبات إحباطات أكتر من حجمي، أكتر من مستوى تحملي، فحتنزل نسبة الإيمان. فأنا لازم يكون عندي إيمان 1,000,000% لحتى أقدر أصمد أمام التحديات كلها بإذن الله. لأنه ما في شيء بسهولة نهائياً. ما في السهولة، معناتها خليني بدائرة الراحة، مكانك راوح، لن تتغير، لن تتبدل، الدنيا كلها عم بتمر تتطور وتتحسن، وأنا كما أنا. يقولوا هكذا النجاح يحتاج إلى مثابرة وإلى اجتهاد وإلى عذاب حتى. طبعاً. لكن الفشل لا يحتاج منك إلا النوم. خليك نايم، ومع النوم إن شاء الله يعني لما حترجع تصحى حتلاقي حالك مثل أهل الكهف، الدنيا كلها تطورت، تغيرت، تبدلت، وإنت ولا شيء.
وتحس بأنك أنت مرتاح ربما. أستاذ خالد، لذة الإنجاز، لذة النجاح، لذة الوصول، يعني لما بيوصل الواحد للهدف رقم واحد من طريقه، المتعة اللي بيستشعرها بتحقيق هذا الهدف وهذا الإنجاز، مع أنه هو مر بالصعوبات كلها، لكن لا تعادلها متعة أخرى، بينسى صعوباته ويركز على الجانب الإيجابي اللي وصل له. اليوم أستاذة أسماء سويد، إحنا الأول من رمضان، تمام، باقي بين 28 إلى 29 يوم. الله يبارك لنا فيه يا رب. يا رب العالمين، ربما البعض فكر أنه يبدأ ببرنامج معين وربما بدأ، حلو، وربما الآخر يفكر إلى هذه اللحظة، وربما البعض الثالث لا زال في منطقة الراحة، بماذا تنصحي؟ خلينا نتحرك، نعمل شوية أكشن، شوية حركة، يعني نطلع من الروتين القاتل اللي نحن عايشينه، تعودنا في عنا البزنس، العمل، لقاء الأصحاب، التلفزيون، وسائل التواصل، خلي حياتك فيها شوية أكشن، اطلع عن الروتين القاتل اللي انت عايشه. بالبداية حيكون في عندي صعوبة، لكن هاي الصعوبة حيكون بعدين إلى لذتها، إلى متعتها. بلش، جرب، مالك خسران شي. لما ما حتلاقي حالك حصلت الشي اللي بدك ياه، ارجع لمنطقة الراحة تبعك. بس ما أعتقد أنه أي أحد طلع من منطقة الراحة وقطع شوط جيد حيرضى يرجع لها. صحيح. مرة ثانية سادة أسماء، مكسب وجودك الحقيقة، لأن نتشعر في أشياء كثيرة، وربما وأنت تتكلمي إن شاء الله نكسبك في حلقات قادمة إن شاء الله. أكيد. أيضا الآن نبي نتخلص من عادات معينة، تمام وصفة معينة محتاجين إلى ربما مثل الروشتة كذا تبعثيها للمستمعين الكرام. تمام. رقم واحد أستاذ خالد، لازم يكون عندي وعي بالعادة السلبية اللي أريد أن أتخلص منها. اكتبها، أريد أن أتخلص من كذا. بعدين بده يكون في عندي ما هو البديل عن هالعادة السلبية، عندي عادة إيجابية يجب أن أقوم بها. فإذا أنا بدي بلش طبق العادة الإيجابية وإلغي العادة السلبية. التكرار مع الوعي، حلو، والتركيز، يعني لازم يكون في عندي ورقة عم بكتب فيها أنا أريد التخلص من كذا بإذن الله، أنا أريد أن أكسب كذا بإذن الله. لما بركز عم بكتب، عم أنقل كل الشعور الإيجابي، بدي أتخيل حالي أني فعلا أنا وصلت لتحقيق العادة الإيجابية وتخلصت من السلبية. وأهم شيء الابتعاد عن البيئة الداعمة للعادة السلبية، يعني أنا متعود لما أطلع مع أصدقائي يكون في عندي مثلا إدمان على مباراة، إدمان على برنامج تلفزيوني، على تدخين، على عادة سيئة، شو ما كان. إذا فكيت عن هالأصدقاء هدول، ما بطلب أنا هاي العادة السلبية، وجودهم هو المحفز. صحيح. فبحاول، أو المكان بالضبط، أي بيئة تدعم العادة السلبية أو السلوك السلبي أبتعد عنه رويدا رويدا لحتى أتخلص منها. ولو مؤقتا. مجرد ما أني قطعت من 14 ل 21 يوم بالإصرار والمتابعة على العادة الإيجابية، لازم لتترسخ العادة الإيجابية كملهم للأربعين يوم. حلو. بإذن الله تعالى بعد الأربعين يوم، بعد المواظبة والاستمرار، ستتلاشى العادة السلبية وسيحل محل العادة الإيجابية اللي أنا اشتغلت عليها. وعندنا احنا رمضان بين 30 إلى 29، وأنتم عندكم في التعامل مع، تمام، أحيانا عادات معينة، تمام، بين 14 إلى 21. عندي 21 يوم بكمل رمضان ل 30 أو 29، وبتابع الست من شوال بعده، فأنا بكون عم كرس العادة الإيجابية، لأنه تلقائيا أغلبنا بصوم ستة من شوال، وأيام العيد يجب أن تكون أيضا داعمة للعادة الإيجابية اللي مش أنا محفز للعادة الأخرى. لا، هو حسب بقى، إذا قطع شوط جيد واستمر وكان في عندي تركيز وإصرار وعزيمة، ما حيكون في عندي نهائيا عودة للعادة السلبية. طبعا لأنه العادة السلبية
أخذت فترة وجرت من الإنسان مجرى الدم، صح. فالإنسان حيحنلها مثل اللي عم يقطع دخانه وبعد فترة بس يشم ريحة السيجارة بصير بده يرجع لها، صحيح. هون تظهر مدى مقاومته، مدى ضبطه لنفسه، عزيمة بالضبط. فمشان هيك رمضان هو لترويض النفس مثل ما حكينا، كيف يقدر يضبط ذاته ويستمر بإذن الله لما بعد بعد رمضان إن شاء الله. إذن يعني الشاطر اللي ما يعدي هذه الأيام أكيد. تعدي العادية العادية تمام. لمجرد شهر وانتهى الموضوع نهائيا. هو حديث النبي اللهم صل عليه، من تساوى يومه فهو مغبون، تمام. هذا على مستوى اليوم العادي، نعم. فما بالك من تساوى رمضانان، الله الله، تمام. حيكون عندي إذا أنا طلعت من رمضان الماضي ما حققت شيء ومستمر بدائرة الراحة، ودخلت برمضان الجديد كمان حأطلع منه ولا شيء، فأنا قديش مغبون، قديش خسران، قديش في عندي تقصير بحق ذاتي. فيجب أن أعي ليس من أجل ولا أي أحد تاني، فقط من أجل نفسي لأني أستحق. بالضبط، معناته لابد أن نستفيد من رمضان أكيد بإذن الله. أنا أستحق، الإنسان يستحق الأفضل طبعا، وبإيده وبعزيمته إن شاء الله يحقق ما يتمناه دائما أكيد بإذن الله. أستاذة أسماء سويت شكرا جزيلا، نورتينا في برنامجنا، شكرا في لك. أول ليلة من ليالي رمضان، شكرا. إن شاء الله دائما لياليكم مضيئة بإذن الله تعالى. الله أستاذ فيك. خالد وجزاكم الله خير، شكرا يا جزيلا أستاذة، كل عام وأنتم بخير وأنتم بألف خير. بارك الله فيك. نتمنى أن نتواصل مع مستمعينا الكرام في أكثر من زاوية وفي أكثر من موقع مع أكثر من ضيف، وضيفنا القادم والوجه الآخر للشيخ سالم النعماني بعد قليل. عندنا أيضا عدنان الميمني، وعندنا أيضا سارة الخضورية جاهزة في مسقط سيتي سنتر القرم. من اللي جاهز؟ عدنان. عدنان مساء الخير. مساء الخير أستاذ خالد، مساء السعادة لك المستمعين، ربي يعطيك الصحة والعافية مع ضيوفك الكرام. تسلم. والناس هنا كلهم متشوقين يعني بحضورنا إن شاء الله بكرة وبتواجدك بإذن الله. أنا مع مجموعة من الشباب طبعا كذا على جلسة طيبة بعد الفطور وصلاة التراويح، ونتمنى إن شاء الله بالفعل يقضوا وقت رائع جدا من خلال متابعتهم لليالي رمضان، من خلال جداولهم أيضا الخاصة. نتعرف على طبعا الشباب الموجودين معنا. مساء الخير. السلام عليكم. حياك الله. تعرف عليك. عبد الله العبري. حياك الله يا عبد الله. تعرف عليك. الأخ سليمان الهناي. كيف حالك سليمان؟ الحمد لله طيبين، كيفك أنت، شخبارك؟ الحمد لله كل عام وانت بخير. وانت طيب الأخ عدنان. مرحبا بكم، ما شاء الله متجلسين. اي والله كذا شويه جالسين، والله اجواء رمضان جميله والحمد لله على 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 هذه الاجواء الطيبه، وان شاء الله تنعم علينا وعلى مولانا اياما عديده ان شاء الله. امين يا رب العالمين، كل عام وانت بخير، وان شاء الله يعني جدولكم كذا بيكون مختلف في ايام شهر رمضان. كيف الجدول معك اول يوم؟ والله الجدول اول يوم صراحه تعرف انت اول ايام تكون شوي متعبه، ولكن الحمد لله ان اول يوم صادف اجازه، وإن شاء الله هي ثلاثة أيام وإن شاء الله كلها شهر وبتعدي يعني. إن شاء الله بتعدي. في جدول معين خططين له؟ تابعتوا شيء ولا بعدكم ما متابعين لا أعمال ولا مسلسلات ولا برامج إلى الآن؟ والله حقيقة إن شاء الله نبدأ من اليوم نتابع، ونحن متعودين على الأشياء الجميلة، وإن شاء الله من اليوم والأيام الجاية إن شاء الله بنكون نتابع هذه البرامج الطيبة. على طول على القهوة، إيه سالفة القهوة والمكسرات سليمان؟ والله هذه القهوة هي مفيدة خاصة في رمضان وأول يوم في بداية رمضان، الواحد يكون ما يتعود ويحس بصداع وكذا، فالقهوة شوية تعطينا نوع من النشاط يعني. يلا نشط وإن شاء الله دائما تكونوا كذا بهذا النشاط، ويعطيكم ألف صحة وعافية وكل عام وانتم بخير. خلونا نشوفكم إن شاء الله في الأيام الجاية بإذن الله. بإذن الله تعالى. سلامي لكل مستمعي القناة، وشكرا جزيلا على هذا الاستضافة الطيبة. يعطيكم رب الصحة والعافية. شكرا سليمان. شكرا لأخ عدنان. شكرا. ما قلت لي سالفة الشباب. خلاص بخبرك إياها بعدين. روح الشباب أبو محمد بعضهم. يعني نتمنى إن شاء الله مساء سعيد بإذن الله، وتحية طبعا لكل الشباب اللي موجودين اللي ما بغوا يتكلموا، بس بعث السلام والتحية لكل متابعين إذاعة سلطنة عمان. عدنان شكرا جزيلا لك ولضيوفك الكرام، وبكرة إن شاء الله هناك في موقعنا وفي مكاننا.
بإذن الله. وأقول لهم الشباب يعني بعدوا كسروا الخجل شوي وخلونا نسولف وندردش. يقول لك لا طالع توني بعد الفطور ومسجلوا أول يوم رمضان، وإن شاء الله بيتعودوا على الأجواء الرمضانية وبنعيش معهم من خلال تواجدهم سواء في المطاعم أو الجلسات الرمضانية الموجودة في مسقط سيتي سنتر بإذن الله النوالة. إن شاء الله. شكرا جزيلا عدنان، لنا وقفة أخرى أيضا، جهز نفسك بعد شوية إن شاء الله. شكرا جزيلا. إذا من مسقط سيتي سنتر في الموالح إلى مسقط سيتي سنتر القرم، ما سارة الخضورية. مرحبا يا سارة مرة أخرى. مرحبا أستاذ خالد، وطبعا تحية متجددة لجميع مستمعينا. إحنا هنا في سيتي سنتر القرم الأجواء قامت تزيد أكثر، الزحمة بدت شوي شوي تزداد. إيه طبعا. ومعي لقاء مع أخونا الكريم، نتعرف عليه. أسمر الأطفال أحمد مصر. يا هلا فيك، شرفنا ان شاء الله. كل الهلا فيك حضرتك. رمضان كريم وينعاد علينا وعليك ان شاء الله. الله اكرم الله اكرم علينا وعليك ان شاء الله. طيب اخوي، حدثنا عن الاجواء الرمضانيه اللي انت تعيشها في السلطنه، هذه اي سنه انت متواجد هنا؟ صراحه دي ثاني سنه ليا بتواجد فيها، ورمضان صامل ان شاء الله. لكن صراحه الشعب العماني على المستوى العام شعب ودود جدا. هذه الأولى بحس إن أنا مغترب، لكن بالنسبة لأجواء رمضان طبعاً في فرق كبير جداً بين أجواء رمضان في مصر وهنا. بالنسبة لي أنا يعني مثلاً إحنا عندنا جو رمضاني والصلاة رمضانية والكلام ده في مصر ومختلف جداً عن هنا. أنا بالنسبة لي هنا معظم الوقت عبارة عن شغل، يعني أنا بخلص الشغل هنا الساعة 12، لكن هناك في مصر لا، كان بالنسبة لي لا، الليل ده عبارة عن سهر، عبارة عن طبعاً كنت بصلي ثلاث رواح الأول، بعد كده بطلع أسهر، لكن هنا الوقت يعني معظم الشغل وكذا يعني. بس اللي حلو في رمضان إن الأجواء كلها تقعد لي ساعات متأخرة، فيعني حتى لو اشتغل مرات تطلع مع أصدقائك، يعني هذا اللي حلو في رمضان. طبعاً هو رمضان معروف بكل حتى إن هو شهر لما شهر دائماً في روحانيات في كده. لكن انا بتكلم بالنسبه لي، انا مش بتكلم بصوره ان هو صراحه بالنسبه لي في مصر كان شيء ثاني، لكن هو على المستوى العام زي ما قلت لحضرتك انا قريب جدا، لما بحس ان انا مغترب بالنسبه للشعب العماني شعب قريب جدا. طبعا هي اختلاف في الثقافات مش ليست الا يعني، فالعمليه قريبه الى حد ما من هنا الى مصر، لكن انا بتكلم في اختلاف الثقافه فقط، هو ان شهر رمضان بيختلف في مصر عن هنا بسبب اختلاف الثقافه مش اكثر. من اي ناحيه ممكن تكلمنا اكثر من نواحي الاختلافات اللي انت تشوفها هنا وفي مصر؟ هل الناس في مثلا يوم يلتموا في الشوارع هل لمتهم غير؟ يمكن احنا هنا بسبب يعني الجو الحار مرات تشوف لمتنا اكثر في المقاهي في المجمعات التجاريه، يمكن هذه الاجواء تختلف في مصر. طبعا الاجواء في مصر مش حاره جدا زي عمان، لذلك في المقاهي موجوده في كل مكان، دايما الشوارع زحمه، احنا بنحب نتمشى كتير جدا في الشوارع. اي شارع في مصر بتلاقي زحمه بخلاف هنا، معظم التكدسات يعني تكون في المناطق في مراكز التسويق او زي كده. لا احنا عندنا المقاهي في كل مكان، بتلاقي دايما في الاهتمام بالشوارع. مثلا عندنا في مصر بنعمل زينه في الشوارع زي كده يعني. عندنا مثلا المأكولات اللي احنا مشهورين بيها زي القطايف الكلام والكنافه والحاجات دي، يعني انا بالنسبه لي كمصري انا ما بشوفهاش كتير، هي يعني ممكن العمانيين بيلاحظوها، لكن انا زي ما قلت لك ان انا معظم وقتي هنا في الشرق فمش بلاحظها كتير. يعني زي كده يعني انا اسمح لي ما اعرف يعني الثقافه المصريه يعني ولا اني عشتها في اجواء رمضانيه، لكن اللي اعرفه ان انتم شنو من الشخص اللي يقومكم للسحور؟ المسحرات لا المسحرات، بس صراحه الكلام ده بقى سنتين ما عادش موجود، اللي هو كان في مسحرات بيلف بالليل. ايش اللي يقوله؟ كان بيقول بس هنام واحد دايم حاجة زي كده. صراحة فكرتني بأجواء جميلة جدا الواحد افتقدها من زمان جدا. طبعا الأجواء دي ما كانتش موجودة غير في مصر بس. فكرتني انت بقى حتة طيبة جدا فيا صراحة. بس صراحة ما عادتش موجودة الفترة اللي فاتت دي بسبب طبعا وجود الموبايلات والملفات في كل مكان والكلام ده، فحاجة سنوية بعد كده اختفى خالص من الثقافة المصرية. سارة طيب انا اشكرك، سمعيني ساره شكر. واتمنى ان شاء الله ان لنا لقاء ثاني ان شاء الله متجدد. اكيد احنا طبعا نشكرك انك عايش هذه الاجواء معنا،
وان شاء الله رمضان كريم ان شاء الله والله يتقبل منا. الله اكرم. انا تشرفت بحضرتك وتشرفت باللقاء ده وبشكركم وبشكر الاذاعه بتاعتكم وبشكر شعب عمان كل صراحه. شعب طيب جدا ورد جدا على حسن المعامله اللي بدايه منه وده حمد تشكر لي صراحه. ساره طبعا عوده للاستديو يا ساره مستمعين لقاءات اخرى ان شاء الله راح تتجدد. ساره ساره راحت. كنت بغيت أسئلة عن فوانيس رمضان، عادة جميلة هناك في مصر عندهم عادة الفوانيس، وقبل رمضان ربما من شعبان من أوائل شعبان تلاقي كثير من الأسواق المعروفة والمشهورة هناك إن كان في القاهرة أو حتى في الأقاليم الأخرى في أماكن محددة للفوانيس وعاد بأحجام وأشكال مختلفة. ما في بيت في مصر إلا وفانوس وفانوسين وثلاثة وبأحجام مختلفة. من ضمن الأشياء وتكلم عن المسحر، ربما المسحر ميزة لرمضان مصر تحديدا، ولهم كلمات كده معينة رغم التطور رغم الآن تلفزيونات وإضاءة وغيرها من هذه الأشياء، لكن المسحر لا زال موجود. وفي بعض الأغاني كذا التراثية المعروفة يحوي يحوي وغيرها من الأشياء اللي يرددوها عادة الأطفال الصغار في مصر. فأجواء جميلة، يعني كل بلد لها ميزة خاصة وطبيعة خاصة. عشان كذا احنا في برنامجنا إن شاء الله نحاول ما يوميا بقدر المستطاع أن احنا نكون في عاصمة من العواصم العربية أو الإسلامية إن شاء الله لنقل هذه الصورة للمستمع الكريم. شيخ سالم النعماني عرفنا محدث جميل وبرامجه ومحاضراته وغيره، لكن هذه المرة احنا مناخذ شيخ سالم النعماني الوجه الآخر. شيخ سالم النعماني كيف في البيت؟ شيخ سالم النعماني على ماذا يفطر يتسحر؟ يعني طقوس معينة عادات معينة ربما الناس ما يعرفوها إلا القريبين من تسوق السوق، إيش يشتهي إيش يأكل إيش يأخذ من يختار من ما يختار، يعني كل هذه التفاصيل إن شاء الله بعد قليل. خلوكم معنا في ليالي رمضان. عنق النجم هلال بالسماء بسما يا مرحبا يا رمضان، في ليالي رمضان العطر جاء بالشذا حتى انتشى فيه الزمان، كل أخبار الليالي عندنا ثقافة فن ليالي رمضان، سهرة مفتوحة فيها اللقاء بضيوف شرفونا بالمكان. الوجه الآخر اليوم للشيخ سالم النعماني ويشرب شاي الآن. احنا ما ناخذ الأكل، ناخذ فطورة كيف في رمضان، السحورة يتسحر ولا أشياء البسيطة الخفيفة. أبو محمد رمضان مبارك عليك، السلام عليكم. الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في برنامج ليالي رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. آمين يا رب العالمين. عاد مخلصين أنا وياك من خذوهات 5:30، يعني على قولتهم يدوبك بس فطرنا وصلينا وردينا. أشوفك عيونك مغلولة. لكن حلو التواجد مع الناس والوجود مع الناس، التواصل مع الناس
بالضبط. جميل. أنا بأخذ الوجه الآخر اللي ربما أنا ما أعرفه أبو محمد رغم اغترابي منك الكبير. ما عليك سر يعني. لكن يمكن بعض الأشياء كذا مخبنها. لا أبداً. إيش اللي تميز به شيخ سالم النعماني في رمضان تحديداً؟ لا شيء. لا شيء. في يعني الناس على قولة أسماء في منطقة الراحة ولا كيف؟ يتوقعون حتى مرة يخبرني أحد من أفراد العائلة. إيه. يقول لي واحد كيف أنتوا عند عمكم؟ ممكن تتكلمون عنده وممكن تسوي قلت له والحلال ما يعرفونه بلو. على كل حال أنا عيش طبيعي والله الحمد فما عندي أي اسمه إلا أن في بالنسبة للإفطار أستاذ خالد كما تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من هديه أن يفطر بالتمر وبالماء ومعه شيء من اللبن. وهكذا أكثر العمانيين والله الحمد وأكثر المسلمين في المشارق والمغارب سواء على مستوى الأسر على مستوى الجماعات في المساجد وغيرها. ونتذكر في الجامعة منذ التسعينات عندنا فطور جماعي وكنا نفطر مع الطلبة جزاهم الله خير الله يحفظهم بالماء واللبن والتمر والقهوة. الله. هذا كل يوم في المسجد. في بعض الأحيان أيام كان سكن داخلي يصل إلى 1000 طالب ما تقريبا شاء الله. والآن بدأ يعني طبعا طلعوا لكن الحمد لله لما بدأ السنة الفصل الصيفي بيكون ما أقل من يعني أعداد كبيرة يفطرون. إيش ميزة الإفطار الجماعي أبو محمد؟ حقيقة تآلف تراحم القرب من الطلبة خاصة وأنا أعرف إن كنا لنا حصير إحنا خاصة الأئمة والمرشدين كثير من الطلاب يتحاشون الجلوس معنا كثير خلاص يجلسون معنا ممكن نسكن البلايش تفضلوا إحنا لكم. وأيضا سعادة الرئيس جزاه الله خير يعني سنة سنة حسن أيضا الحين سنويا فطور جماعي مع خريجي الجامعة الذين نالوا مناصب كبيرة في الدولة. حلو. يعني سوى لهم يوم كان في المسجد لكن العام الماضي كان في شو اسمه في نادي هيئة التدريس وكان لقاء طيب جدا حتى بعد صلاة التراويح. نعم. وهذه عادة عمانية أبو محمد الإفطار الجماعي. نعم. وهكذا يعني في كثير عمانية وغير عمانية وغير حقيقة. عمانية لكن احنا لها أثر بخصوصيتنا. نعم. لها أثر جميل عليها. جدا وما زالت في المساجد وأيضا حتى على مستوى العائلات أيضا الناس يفطرون مع بعض تجده ولو كان مشغول ولو كان كذا يأتي صحيح. ليفطر معه ولو في الأسبوع يوم. أي نعم. ولو في الأسبوع يوم أنا وفي خيام اليوم انتشرت أيضا. أنا عندي في المزرعة أفطر في نهاية هذا الشهر شهر الجمعة الأخيرة إن شاء الله. عندنا فطور جماعي من أرحامي الذين من قبل أبي ومن أرحامي الذين من قبل أحيدك هاي متعود عليها من زمان سنوية. هذه من الأشياء اللي أعرفها منذ أن سكنت في المصنعة. أيه. من 2006 إلى اليوم يعني كملنا 10 سنوات ما شاء الله. الله يحفظك إن شاء الله سنواصل بإذن الله إن شاء الله تعالى. وفي بعض الأهل أيضا موجودين خارج المصنعة والسويق في أماكن بعيدة ويجونك مستاقوا من المعبيلة ومن السيب. إيه. ويأتون وأنا أعرفك أنك أنت تكون حريص حتى هيش مسوين وهيش ما مسوين. أنا العقيد تراني أعرفك 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 العقيد أعرفك. المهم في البيت يعني إحنا يقربوا الأولاد التمر مع الماء إذا كان شيء فاكهة وشيء بسيط جدا ثم بعد ذلك نقوم للصلاة المغرب. إيه؟ بعد رجوعنا اليوم عبد العزيز قال لي لازم أروح عندك قلت له يا ولدي ممنوع وأنا أمس متكلم عن الأطفال في المساجد زين صحيح وقالوا لي الشباب سمعنا الكلمة العام الأمس ظاهرت مهد حال ولدك وخليته في كرسي وما تحرك ما عبت يعني خليته يبته جلس ما شاء الله دخل المسجد وجلس فوق الكرسي تقول لي أمي صليت قال لا لي جلس فوق بس الكرسي. قاعد مسكين لكن زحمة كانت شديدة طبعا أول يوم أول يوم إن شاء الله يستمرون بهذا التدفق إلى آخر يوم ما يقارب من 250 وافد تقريبا ما شاء الله هي حقيقة ومقدمين لهم فطور جزاهم الله خير ويعني يستاهلوا يعني صحيح. حقيقة تخرج وانت تروح إلى بيتك حقيقة اليوم شد انتباهي يعني احنا كلنا خارجين إلى بيوتنا والعمال مساكين خارجين إلى مكان عملهم الله الله بعيدين الله. عن أهلهم حقيقة صحيح. أثر في نفسي بيني وبينك كثيرا يعني حتى أسأل الوكيل المسجد إيش تقدموا لهم قالوا نقدم لهم يوم أرز ويوم لا يعني ويوم مأكولات خفيفة نعم نعم وما شاء الله يعني سكرك شوية ولا بزيادة لا شوية كدوغة لأن الحلو يقول لك بروحه حلو بس سامعينها على غرد السكر أبوي وعاد أقول لك رمضان كل سكاكر هذا الحليو قضية الحليو لو أخبرك عنها كيف هذا واحد ترى ميت زوجته الأولى أها. خلفت ولد إنزين
فقام دائما يقول ولدي الحليو، يقول حال ولده ايه خلاص تزوج شايب. آه. نسى ما قال لي، قال لابوي كنت تقول لي الحليو، قال لي ريت احلى منك. زين سبحان الله، يقصد الحلاوه المعنويه يعني. طبعا طبعا. أيوة. ابو محمد انت مع الحلو في رمضان؟ لان تعرف تختلف مائدتنا 180 درجه في رمضان. هو ابو محمد حقيقه احنا نشكر الاخوه في وزاره الصحه من خلال التثقيف الصحي. وانا شاركت في اكثر من فعاليه العام الماضي، وحتى قبل شاركت في مركز صحه الديوان البلاط، واكثر من مكان شاركت، وذلك في ارشاد حقيقه وفي معرض مصاحب للمأكولات التي ياكلها الناس، والعوده الى صحه الانسان. هناك جارك الله وجار المستمعين السكر وارتفاع نسبه السكر والضغط ونسبه الدهون وغيرها، الشرايين وغيرها الامراض التي اصبحت الان تسمى يعني امراض عاديه، يعني عاديه والرفيقه للانسان. ايه رفيقه. فهنا حقيقه ينبغي للإنسان أن يراعي حالته الصحية، فيتوسط ويعتدل في هذا الموضوع. أنت تراعي يا أبو محمد؟ الحمد لله. ولا أحيانا لا، أنا يعني سووا لي خاص مثلا مدلع أبو محمد. لا البيتزا مثلا أنا ما أستطيع أكل الأجبان ولا الألبان، يعني صعب علي. أنت الحين مال البيتزا ودرت السخانة ودرت السخانة. شيء سخانة بعد. زين يقولوا لي ابويا انت هذا حالك ولا حالنا احنا، ليش قال هذا حال؟ ما في كذا وما في كذا. في احيانا تعرف حتى المندازي مثلا، ايوه في مندازي مسواي بالطريقه المعروفه، أيه. وفي مندازي مسواي في الفرن. فيقول لك احيانا الفرن اخف شوي لانه ما في. ترى هم قالوا المثقفون الصحيون جزاهم الله خير، قالوا الافضل اصحاب هذه الامراض، وانا تراني عندي السكر وعندي الضغط. الله يحفظك ان شاء الله. زين الافضل المشوي. عن تشوى هذه يعني كي يبتعدوا عن الزيوت أو عن الدهون. فهذه نحن ندعو إلى الوسطية والاعتدال، وهو الأصل التمر وهذا، لكن بعد العودة ثم نعود نصلي التراويح ثم عود مرة ثانية. وانت جبت لي اليوم بدل ما أتعشى جبت لي هنا. لا أنا بغينا نخفف عادة احنا اليوم. نخفف. شكراً. الرياضة تقريب منها في رمضان وغير رمضان. الحمد لله. أولا بقول لك إيش بقول لك، ما متفيق صراحة. لأن زحمة عندي مواعيد وارتباطات، يعني أطير من إنسان ويحجزني إنسان. هاي الدكتور اللي معنا كان أستاذ أسماء بتزعل تقول ماشي لازم هذه الساعة يعني مقررة للإنسان للرياضة. لا أنا أحاول، أنا أمشي الفجر مشي أحيدك، أمشي أيضا مشاني في مخيزنة وداني في مخيزنة بعد الصلاة مشينا الأحيد، يعني ما يقارب 20 دقيقة تقريبا وزيادة تقريباً بعد. أيوة أكثر بعد، وهكذا يعني أحاول. حتى في رمضان تغير جدول مشيك؟ ترى هذا اليوم بعدين أحاول إن شاء الله أنك أنا قبل يعني قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر وبعدين أمشي شوية وبعدين أرجع أرتاح. ما بعد السحور أو قبل السحور، يعني منطقة الوسط هذه بين السحور. أنا عادة يعني ما أسير المساجد، أصلي التهجد في البيت. يعني بحيث أن الإنسان لا يجعل يعني البيت مقبرة. صحيح صحيح. وأيضا يتعلم الأهل. إذا تيسر أن أصلي جماعة ممكن أصلي جماعة، ممكن يصلي فرادة وبعدين تناول وجبة سحور. عاد بعد ذلك مباشرة أخرج إلى المسجد. عادة ما أكون قبيل صلاة الفجر. قبيل سحورك أبو محمد بعد ما نروح لسارة، خلنا نروح سيتي سنتر الفرم. ما نقبض القص؟ ما نقبض. لا هذه المرة أخف القص. سارة؟ يا هلا سارة. سارة جاهزة؟ جاهزة جاهزة. تفضلي يا سارة. الله يخليك. طبعا انا الحين اتحمست، ما زلت في مصر وتحمست وقاعدين نتكلم عن رمضان في مصر، وهو قال لي انت رحتي حق منو؟ انا قلت له عاد رحت سالت اخ مصري. قال لي لا ما 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 وفى، المفروض يتكلم اكثر من كذا. فانا ما زلت في مصر استاذ خالد مع الاخ شادي، راح يكلمني عن الاجواء الحلوه اللي يفتقدها يسوي لي حركات يقولي انا مفتقدها. الله الله. طبعا رمضان كريم اخواني. الله اكرم علينا وعليكم ان شاء الله. انا اعطيك الحين الناقل الصوتي واقول لك يلا اطلق العنان عن مصر. والله هو يعني طبعا احنا هنا في عمان طبعا بلد محترمه جدا وكريمه، بس الاجواء في مصر مختلفه تماما عن هنا. يعني عندنا الاجواء في مصر يعني فيها مش عارف اعبر بالضبط فيها ايه، يعني
يعني الحين انت من الساعة قاعد تعطيني قصيدة ومصر في رمضان. انا بتكلم معاكي يعني ايه بشكل ودي، لكن انت قلت لي اذاعة ومش اذاعة فكده، فالموضوع يعني صعب شوية. لا والله يعني عندنا الاجواء بتكون حماس اكتر من هنا، بتكون الشوارع طبعا فيها ناس كتير، اجواء المسحراتي طبعا، الناس اللي بتجلي بيلعبوا كورة في الشارع، كل الحاجات ديت. هنا في عمان بحس ان ما شوية الناس بتبقى في بيوتها يعني اكتر يعني، لكن عندنا في مصر بصراحة الأجواء مختلفة تماماً يعني. إيش أكثر شيء ممكن أنك تكون مشتاق له في هذه الأوقات؟ يعني إحنا عندنا في مصر مثلاً صلاة التراويح، يعني عارفة أنت بعد العشاء على طول ما بيكونش في حد في البيت، كل الناس بتنزل بتكون بيروحوا للمساجد، عارفة زي عندكم هنا مثلاً صلاة العيد بتحصل الناس كتير ماشيين. عندنا في مصر في رمضان في صلوات التراويح تلاقيها برضو كده نفس الأجواء، الناس كلها متحمسين واخدين الأطفال معاهم ورايحين. عندنا في مصر ما فيش طبعا سيارات كتير وكده، كل الناس بتكون ماشية على رجلها رايحين يصلوا كده يعني. طبعا المأكولات اللي عندنا يعني مختلفة تماما، الكنافة، الكشري. الكشري ما بيبقاش في رمضان عشان الكشري. ايش الاكثر الوجبات اللي تكون موجودة في رمضان خصوصا في رمضان؟ يعني احنا مثلا عندنا السمبوسة، لازم ناكل سمبوسة. احنا عندنا مثلا الكنافة، تعرفوا الكنافة؟ عندنا الكنافة مثلا أي مطعم بيحط قدامه كده بيبني حاجة بيعمل عليها الكنافة دي، بتحصليها في الشارع مثلا، ممكن في شارع واحد تحصلي 50 واحد بيعملوا كنافة. دي من أشهر المأكولات اللي عندنا، اللي هي الكنافة والقطايف والحاجات دي طبعا. يعني هنا عندكم انتوا السمبوسة بس يعني؟ لا عندنا أكثر من كذا. لا بس انت شكلك مداوم عشان كذا. لا هي بص، هي في عندكم هنا في حاجات كتير طبعا يعني خاصة بيك وانت فاهمة، زي السمبوسة والحاجات دي، بس عندنا احنا في مصر يعني الاكل طبعا مختلف تماما عن هنا. يعني احنا عندنا عرسية ومش عارف، عندنا الكثير من الاكلات، وطبعا كل ثقافة لها شيء يميزها. وانا يعني الحين انت ثاني شخص تكلمني وتحمس، ان شاء الله الله يكتب لي رحلة لمصر عشان اعيش هذه الاجواء الرمضانية. اشكرك اخ شادي، وطبعا عودة للاستاذ خالد، عودة للاستوديو. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، جزاك الله خير، فعلا تحمس وحمسنا. الله يخليك. وكنافة، لازم نعيش رمضان. وكنافة وحلويات المصرية يا سارة شيء ما طبيعي. بعدك ما سألتي عن منطقة الحسين، المنطقة الرائعة في يعني في منطقة الحسين دي تعتبر يسمعني ايه، منطقة الحسين تعتبر منطقة الحسين طبعا تعتبر من أكثر الأماكن الشعبية اللي فيها ازدحاما وجمالا جدا. صحيح صحيح، يعني يسهروا إلى السحور، يتسحروا بعدين يصلون في الحسين أو المساجد القريبة اللي من هناك، وبعدين يرجعوا إلى بيوتهم. أكيد طبعا، بس الحسين يعتبر من أكثر الأماكن شعبية، يعني زي هنا مثلا موجود عندكم سوق مطرح. صحيح صحيح، عندنا المكان ده هناك يعتبر طبعا خان الخليلي هو الأشهر هناك. بالضبط، خان الخليلي حديقة الأزهر، كل وقهوة الفيشاوي وغيره. قهوة الفيشاوي انت كده برضو في الحسين. يعني انا بتكلم عن الحسين بصفة عامة، يعني قهوة الفيشاوي، مشاوي الدهان، صح صح، موجودة في الحسين طبعا. يا عمي شوقتنا كتير، شكرا جزيلا حبيبي، وشكرا لسارة، شكرا لاختيارك لهالضيف يعني العزيز، شكرا جزيلا. من هناك بارك الله فيك يا حبيبي، شكرا جزيلا. الله يخليك، شكرا كريم عليك. الله يسلمك محمد، يبان القاهرة زين والله، ليلة من ليالي رمضان رائعة. اي والله نعم، ونوكلك هناك كباب بس عاد، ونصلي في الحسين. بس ابشر امورك طيبة، بنرجع من لندن ان شاء الله. اوه انت رايح لندن، زين بعدين لنا كلمة. عدنان في مسقط سيت سنتر الموالح. هلا عدنان. هلا استاذ، هلا حبيبي، مرحبا بك، يا هلا، كل عام وانت بخير ويعطيك الصحه وعافيه. احنا اكيد الوقت مر بشكل سريع جدا طبعا مع كل المستمعين عبر اثير اذاعه سلطنه عمان، وما شاء الله عندي من تونس ولا الجزائر؟ الجزائر وتونس. الله 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 الله، جميل. يلا بنتعرف على التفاصيل. اكيد رمضان واجواء رمضان في تونس، ولكن هم مقيمين، قالت لي 6 سنوات مقيمه في السلطنه، فاجواء رمضان اكيد تختلف هنا مع زوجها وأولادها. بتعرف على الأخ أيضا أكثر، تعرف عليك. السلام عليكم. عليكم السلام. دريد من تونس. حياك الله يا دريد، والوالدة من الجزائر. أيوة.
حياك الله، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. كم سنة صار لك السلطنة؟ والله سنتين عندي هانين. سنتين. افتقدت اجواء الجزائر ولا بين اهلك واحبابك هنا في السلطنة؟ والله الحمد لله هنا اوكي، الجو في تونس اوكي. يعني نفس الاجواء. الحمد لله نفس الاجواء. نتعرف عليك. جيهان من تونس. من عندي تونس. 6 سنوات هنا في مسقط. 6 سنوات. ايوه ما شاء الله. كيف اجواء رمضان معاك؟ 6 سنوات تعودتي؟ ايوه اكيد تعودت على رمضان عادي عندي. يا مرحبا. تعرف على مائدة الافطار اللي تسووها في تونس. نسوي كثير اشياء، اهمها سمبوسه اكيد. نسوي السوب اللي هو شوربة، نسوي الطبق الرئيسي اللي هو تونسي، اشياء كذا تكون تونسيه. خاصه ان هذه السنه انا فرحانه كثير لان امي موجوده معي ما شاء الله. دريد. والله نفس الشيء، نحن بنسوي كمان شربة وبريك وسويت كده. يعني افتقدت ولا لا انت لانك شاب ومع الشباب؟ والله بصراحة يعني العائلة، افتقدت العائلة شوية. افتقدت اجواء العائلة. بس الحمد لله نحن هنا مع عائلة كمان زملاء زي الاخوات يعني، والحمد لله. كيف طبيعة عملكم في شهر رمضان؟ والله شهر رمضان داوم بس 6 ساعات، وإن شاء الله أكيد آخر اللي يكون قريب للعيد يكون كمان إضافية ساعات، يكون كثير شغل وضغط. جميل. نتعرف على أيضا تواصلكم مع أجواء رمضان خاصة في مسقط سيتي سنتر. كيف تتواصلوا مع الناس؟ كيف تعرفوا عن منتجاتكم؟ والله عادي، هو بصراحة الأيام الأولى تكون يعني الحركة ما كثير في المول، بس يعني الحركة بتكون أكثر بعد أسبوعين، يعني آخر أسبوعين في رمضان، والحمد لله يعني. الحمد لله. انزين، ايش اكثر شيء افتقدتي من وجبات الوالده وخلص بتطبخها هذا العام تكونها ايضا مقيمه بالسلطنه؟ الخبز. الخبز خلاص عليها الخبز. ايوه والله كل شيء انا صراحه لازم اجيب لكم على طول الافطار. ايوه اكيد ان شاء الله. انا اتمنى لكم ان شاء الله اجواء رمضانيه رائعه جدا، وراح نتواصل باذن الله وبنتعرف على اجواءكم. اكيد تقدمي تحيه ان شاء الله. اقدم تحيه كثير لزوجي واقول له الله يخلي لك لي هو وبنتي، واقدم تحيه لامي واخواتي وكل شيء، وكلهم في السلطنة يعرفوني واصدقائي كلهم اللي متعت الشغل والعمل. كل عام وانت بخير. وكل عام وانت بخير دريد. خليك ان شاء الله. كمان انا اقدم تحيه لاهلي ولامي ولاختي كثير واستقت الوالده كثير والله، واخوك. اخويا كمان. ايوه ولا زعله. اخويا كمان. كل عام وانت بخير واجواء رمضان رائعه ان شاء الله برفقه الاحبه، وانتم بين اهلكم يعني ما بعيدين ابدا عن الاهل. ربي يخليك ان شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. مع السلامه. كل عام وانت بخير. إذن هذه الأجواء الرمضانية أبو محمد مع طبعا الأخوان من تونس والجزائر، وما شاء الله يعني صحبة طيبة مع أهلهم وأخوانهم في السلطنة، وهم في فترة عمل، وأيضا بالإضافة أنهم أخصائيين لبعض السلع التجارية، ويبدوا يروجوا من خلال أيضا تواجدهم في مسقط سيتي سنتر أو القرم سيتي سنتر، وأجواءهم الرمضانية لن تختلف كثيرا عن بيوتهم وبين صحيح. أهلهم وأصحابهم. مرحب بهم في السلطنة، دائما دار أمن وأمان وسلام، والأشقاء أساسا هذولا يعني بيننا ومعنا وفينا وفي دارهم أساسا. أكيد هما بين أهلهم وأخوانهم، ومثل ما شفت يعني كلهم حواليهم أخوانهم وزملائهم، حتى العمانيين الموجودين معهم من خلال أيضا تواجدهم، ووجبات الإفطار حاضرة ومع السحور إلى نهاية دوامهم في مسقط سيتي سنتر بإذن الله. بارك الله فيك عدنان. شكرا جزيلا لك عدنان. بكرة عاد لقانا هناك في الموقع وفي المكان إن شاء الله بإذن الله. كل عام وانت بخير أبو محمد وسموحة منك على أي قصور. دائما دائما إضافة. قدمنا ما لدينا في حلقة اليوم كأول حلقة إن شاء الله تعريفية لليالي رمضان، والقادم إن شاء الله دائما أفضل وأجمل معك أبو محمد. شكرا جزيلا عدنان، وشكرا لسارة أيضا في مسقط سيتي سنتر القرم، وبكرة الاستوديو بالكامل بيكون هناك إن شاء الله. ضيفنا الشيخ سالم نعمة هو ما ضيف، وإحنا ضيوفة أساسا، وإحنا دائما في مائدته. حياك يا أبو محمد. الله يحييك. تسلم سيد. الله يسلمك. إيش اللي تفتقده من رمضان زمان أبو محمد وتحن إليه؟ الجلسات التي بعد التراويح فقدناها، وأنا قلت أكثر من مرة حقيقة، وحتى جبت هذا في برنامجي مع الحبيب على إذاعة القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم ذكرت بعض الأمور التي كان نحافظ عليها حقيقة، واليوم نحاول نعود، لكن أيضا ارتباطاتي أنا وربما أيضا التقصير من قبلي يعني، وإلا ما زالوا بعد بعض الإخوة مرتبطين ببعضهم جزاهم الخير، وحتى أخبروني في الجامع اللي أصلي به
انهم عندهم فطور جماعي ان شاء الله ثلاث مرات في 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 مجموعه من لكن ايش اللي ايش الخصوصيه اللي كانت تميز هذيك الجلسه ابو محمد؟ الجلسه الاخويه الشفافيه الخفيفه أي. اللطيفه التي يجتمع فيها كبار السن مع المتوسطين مع الصغار. يعني ليش بعد ليش ما نسويها الحين؟ يعني بامكاننا نسويها لكن تعرف الان اختلطت الامور وتداخلت بعض والناس ايضا يظنون اعمارهم انهم مشتغلين ولكن ليس هم كذلك. أحسن. انا اتصور لو فرغوا انفسهم بحاجه الى ان احنا نعود يعني الى ما كنا عليه وما زلنا على كل حال، لكن هذا يكون في القرى اكثر من غيرها بسبب التقارب المنازل وبسبب التعارف، وإن كان هذا أيضا في المدن موجود له الحمد وشباب مستمرين. يعني في الدكانيات هذيك اللي تحيط الدكانية اللي الجلس اللي عند المسجد، عند المسجد اللي عادة ما بعد المغرب أو بعد العصر إذا الجو حلو مثلا، ما يحتاج عاد خاصة في 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 الصيف عفوا في الصيف حتى في الشتاء عندما يكون الجو لطيف وخاصة إذا قهوة والرطب وغيره. والآن ما شاء الله أنا شفت عادة جميلة كثير من المساجد جزاهم الله خير يأتون يجهزون قهوة من الصباح حتى المساء. ايه صحيح، قهوة وفوالة وماء فكل واحد يجي يسولف. بل شيء مسجد من المساجد في السويق على الشارع العام مسوي له عريش شباب، عريش عريش شيء سيارة أيوة من يخلصوا المصلين يجلسوا ذاك العريش السبلة ويتقهوا ويتفولوا وكل واحد يسير المكان. ما افتقدت إلى ضربة الباب ويقول لك يقسوم يجيبوا لك ويضربوا لك باب ما شقي رساك الأيام هود هود يقسوم يقول له ده وتلاقي لك يبي لك ترى كنت أنا حي نحليو عندي محاضر قبل كم يوم في أحد الشركات يعني فقولهم إيش اللي تفكرون فيه في رمضان والذي كان ماضي ولا إيش المميز رمضان؟ قالت لي واحدة من الأخوات القسوم القسوم يعني حتى الآن بعض البيوت قالوا لي بأنهم يتفقوا إيش مسوين أنتوا اليوم، إحنا ما بنسوي اللي مسوينه، الله بنسوي شيء غير بحيث أنكم تودون لنا وحنجيب لكم. حلو، وهذا تواصل. ولا لك على اليوم أمي تقول لي ما حد دخل علينا بعده مسكينة، قلت لي ما صبره اليومين خلينا بس شوية نكون يعني نتصل بالجيران وكذا. تعرفت انت على جيرانك؟ الله أكثرهم لقيتهم أصدقائي قدامى حتى من سنين ما شاء الله فوجدتهم، لكن أيضا هم مشغولين وانت لا نعتذر. صحيح، أنا اليوم جيت عنهم وأمس أيضا تعيد، لكن بيسوي بيسوي إن شاء الله. أكيد أكيد، وما دام ان الواحد بدا والاخر عنده هذا الاستعداد لتقبل هذا الممتاز. انا بكره بكون موجود واحتمال نزور حتى ان شاء الله. شيء حلو شيء حلو شيء حلو. وهذه العاده ما نبها تنقطع، تعرف ابو محمد هذه عاده القسوم وقضيه ان انا اعرف جاري واعرف جاري واعرف الجار الاخر، هذه وايد ممتازه. هذه من الدين يا سيدي، احسن دين، دين التالف، دين التراحم، دين الاجتماع. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل المدينة كون مجتمعا مترابطا متآلفا متراحما متآقيا، وتحدثنا في أكثر من مكان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وهذا ما تمت بمجرد كلام وإنما تواصل حقيقي. كانت هناك زيارات وكانت هناك صلاة وكانت هناك تراحم وكانت هناك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صحيح. ف... على إيش شيخ سالم النعماني غير طبعا الأمور الدينية والصلوات وهذه من الواجبات أساسا، لكن شيء معين اللي يعرفه واللي ما يعرفه شيخ سالم النعماني يكون حريص عليه في رمضان بعد الفاصل. صوت المجد دعانا قائد الخير جانا، قد علت في سمانا عزك
نافدي عمانا صوت المجد دعانا قائد الخير جانا قد علت في سمانا عزك نافدي عمانا نهضات في بلادي كل شبر وادي أسألك رب العباد احفظ خير سلطانا نهضة في بلادي كل شبر أوادي أسألك رب العباد احفظ خير سلطانا جلال الخويتري اشتغل على النانا الفن الأصيل في ظفار وصاغ هالكلمات الجميلة. جلال هو اللي عامل لنا المقدمة اللي خذوا هات أبو محمد اللي خذوا هات أيضا شغال بشكل حلو. زين تذكر شيء كذا تسويه بروحك يعني تقرأ تختلي بنفسك شيء معين في رمضان تابعنا أبو محمد ولا لا؟ هذا إصرار داخلي والله لا يعدم. الإنسان أكيد له ورد يومي، كل إنسان ينبغي أن يكون له ورد يومي. إيش يقول له؟ ورد يومي، ورد يومي من الذكر والدعاء والاستغفار والقراءة، سواء يعني قبيل الفجر أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها، ضروري يكون الإنسان هكذا. يعني غير القرآن على إيش تكون حريص عليه أبو محمد؟ الدعاء رمضان أو غير رمضان؟ الدعاء الدعاء مخ الإجابة أو مخ العبادة على كل العبادة حال. نعم. والله سبحانه وتعالى قال دعوني أستجب لكم. وللصائم دعوة لا ترد عند الفطور، حقيقة ضروري الناس اليوم يتفرغون قبل الفطور، وأنا قلت هذا في الإذاعة انه ولو 5 دقائق يعني 10 دقائق يتجهز، يعود كان جاي رايح السوق او غير يتجهز ويرتب، اذا قدر يستحم يغير ملابسه يلبس ملابس مرتبه، يتوضا يدعو بحيث انه بعد ما يؤذن يفطر مباشره الى المسجد، ما ياتي المسجد متاخر او ان يشغله الاكل عن صلاة الجماعة أو يكثر أحيانا ما يستطيع. من الأشياء الجميلة التي سمعتها من خلال إذاعة اليوم وأنا أمشي، يعني أحد الأخوات الإذاعة العامة تقول أن من العادات التي ينبغي للإنسان أن يراعيها الوجبات أو عدم النوم، عفوا عبد النوم بعد عدم النوم بعد الاكل هي معروف، لان هذا يؤثر سلبا على المعده وعلى كذا. حقيقه كل شوف واي تابع انت الاشياء الصحيه ابو محمد ضروري، وان كان نروح يحصلان يعني لكن لا لا لا. صدقني تراها ضروري جدا، لان في بعض الاحيان السلوكيات او عادات احنا نظنها حسنه ولكنها في 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 في, في الحقيقه غير ذلك. انت تتفق مع الاستاذه أسماء اللي كانت موجودة معانا
أن عملية التغيير لابد أن تكون من رمضان، ورمضان فرصة للتغيير. وهذا الذي ما ذكر اليوم الشيخ أحمد في سؤال هذا الذكر في البداية. نعم نعم. قال على أن هذه السنوي كالدورة السنوية تعطي الإنسان دافع. صحيح. يعني ليستمر على الطاعة وعلى التقوى وعلى الإحسان وعلى البر. وهذا بدأ كثير من الناس بالمناسبة مصداقا لما تقول الأستاذة، كثير من الناس تغيرت حالهم من حال إلى حال. ونتحدث هذا عنه أيضا في قضية التخلية قبل التحلية، أن نتخلى عن عادات وسلوكيات غير مرغوب فيها لنتحلى بسلوكيات حسنة مرغوب فيها ونستمر في ذلك. ومن ضمن من صام رمضان ثم أتبعه بستة أيام من شوال، يعني من المؤسف أن الواحد يمر عليه رمضان وهما ما تغير. رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلق ولم يغفر له. الله، هنا عاد المأساة. أي نعم. لذلك إحنا دائما نقول يا أستاذنا في دعائنا اللهم يا من؟ يا من؟ أستاذنا يعني يا أبو محمد. لا، أنا دائما لا أبو محمد لا كمل بس خلاص ماشي. أنا أعترف لا 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 تعترف ولا شيء. لا بالعكس. زين أستاذنا زين بعدين بعد الهواء أنا وياك منك الكثير يعني إيش قلنا؟ زين روحنا أبوي أحلى وياك بخرين سمة. زين السحور على إيش تحفظ أبو محمد؟ دائما حنقول يا أستاذ اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها. السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. وهو معين أيضا على أن يكون وجبة صحية، لأن الأطباء أيضا ينادون بذلك، ما قضية كيش كأكلنا لكن قضية كيف أكلنا، كيف أكلنا، ما كم أكلنا. صحيح. كيف أكلنا. فهم يحثون على الأكل البسيط الخفيف الصحيح من الخضار وغيره من السلطات ومن الأمور، ولا ننسى أيضا التمر. الله، أنا عادة غالبا في سحوري بالتمر. حتى السحور تمر؟ سحر بالتمر. سحر بالتمر مع الماء قليل، أكل أشياء أخرى. عيد أنصحك مع الروب بعد. ما أقدر للروب. تعال تخبرني عن الحامض كلام. خبرتني أنت والحامض بعيد. والروب. لا, لا لا لا. لكن التمرات مع الماء. آه. ومرة التقيت بطبيب بالمناسبة. طبيب من الشباب يعني الرائعين ما شاء الله، طبيب عسكري مرتبة عقيد ما شاء الله. فيقول لي احنا سوينا يعني مقياس لسبع تمرات ولثمان تمرات، فوجدنا ان السكر ارتفع بالثمان لكن لا يرتفع بالسبع. شوف السنة كيف، لكن لا يرتفع بالسبع. لا إله. قال والله يقرين على ذلك اسمه، وهذا اختبار يعني وارد في حديث المصطفى. ايوه كان يعني تعاون مع الفرد من العدد من بالضبط. أيوه سبع تمرات، خمس تمرات، ثلاث تمرات، يوصل يعني إلى السبع. يوصل إلى السبع. سبحان الله. أنا حسبهن. نعم. اليوم فاطر بسبع. سبع ما راح حسبنها. لكن يختلف أنت منهن خلاص. وشمنهن فاطر. أنت فاطر اليوم صح ولا فاطر برطب؟ اليوم ما رطب ما واصل، بكرة بروح المزرعة وبيجي رطب إن شاء الله. هو ما تبغى غير مال مزرعة ما وصلت. لا ما رحت السوق ما تبغى، قلت لك يا بني انتني من حصر. شوف خلاها علي. كنت الصبح الظهر عندي محاضرة في احد المساجد. يلا الله يعين. لا بحين تلاقيهم ما شاء الله على الشارع موجودين. لا بكرة بنجيب من مزرعة. في رمضان تحرص على تتابع شيء ابو محمد، تلفزيون واذاعة؟ قولي تتفيقتي لي. والله ادري اللي اعرفك عشان كذا سالتك السؤال. استمع يعني في السيارة على اقل تقدير وانت ماشي وانت جاي كذا. نعم. لكن هكذا البرنامج يعني. وعندك برنامج ايضا محاضرات ولو انه شوي مخفف اتوقع. شوف يومي مشكله ما يخلوني الناس، انا ناوي اني اخفف هذه السنه. يحبوك لوجود الاولاد معي وكذا، ولا من حقهم يعني. فجزاهم الله خير يعني، انا ممنون لكل الناس حقيقه. واوقات يعني لا تخلي لي لا شيء، ما شوف الدمعه شوفها زاهبه يعني. الناس تحبك يا ابو محمد وانت تحب الناس اساسا. هذه يعني من المحبه، ما استحق هذا التقدير. لكن لا بالعكس الناس تقدرك لانك انت من الاساس تقدر الناس يا ابو محمد. شكرا جزيلا. اليوم انا افتتاحيه خير. تسلم. قل له انت دائما صاحب خير. جزاك نفتتح بابو محمد. يعلم الله تعالى ما سمعنا منك إلا الخير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. دائما أقول للشباب هذا الرجل يعني ما نمدحك فيه. لا تمدحني زيادة. جزاك الله خير. بارك الله فيك أبو محمد. شكرا جزيلا لك. بكرة لقانا في خذوهات إن شاء الله على إذاعة الشباب من 4 إلى 5:30 إن شاء الله على الهواء مباشرة. ما نكمل على بالضبط. شكرا جزيلا. الله يعطيك العافية شيخ سالم النعماني. انتهت حلقتنا، بدأنا بالحب
وانتهت بالحب، والحب دائما بيننا وبين هذا المستمع الكريم. بكرة ليالي رمضان إن شاء الله بتكون من هناك من موقعنا من الاستوديو، استوديونا جميل، زورونا هناك في الموقع في المكان الشيخ سامي، بتشرفنا هناك إن شاء الله يوم من الأيام إن شاء الله. ليالي رمضان من مسقط سيتي سنتر، وزملائنا عدنان وسارة متوزعين بين الموالح وبين القرم، وهذه أجمل تحية من فريق البرنامج. فيصل البلوشي في الإعلانات والتسويق، التغطية الخارجية عدنان الميمني، سارة الخضورية، والمتابعة والتنسيق عبدالله بن مختار البلوشي. هذه تحياتي أنا خالد الزجالي، وفي الإخراج خالد بن درويش أولاد ثاني وسيف بن سالم الجرداني. ليلتكم وأمسيتكم طيبة، في أمان الله. ليالي رمضان عنق النجم هلالا بالسماء بسما، يا مرحبا يا رمضان. في ليالي رمضان العطر جاء بالشدى حتى انتشى فيه الزمان، كل أخبار الليالي عندنا ثقافة فن. ليالي رمضان سهرة مفتوحة في